احنا عندنا بقى 50 تفصيله هحاول اسال حضراتكم فيها. اتفضلي امسك تفصيله. من اول الراجل اللي بيقرر يعمل يستغلب، ودي وارده جدا في القانون، وارده جدا طبعا، انه هو الاوراق الثبوتيه اللي بتقول دخله الحقيقي بتخفى عن المحكمه. نعم. في ليها حل؟ جرمت في المشروع اللي بنتكلم فيه. خلاص ده كويس جدا. جرمت ان هو اذا ادلى ببيانات مخالفه للحقيقه مجرم ويستحق عقوبه. وايضا الجهه اللي بيعمل لديها اذا كانت جهه خاصه او حكوميه يعاقب المسؤول عن عن الموارد البشريه اذا هو اخفى او غير حقيقه دخل الزوج. على فكره عندي حاله الراجل كان كل ما يوصله للبيانات يستقيل من الشغل ده ويروح شغل تاني ويروح شغل بره، يعني ساب مصر كلها وطلع بره لمجرد ان هو داخل في حاله من العند. هو عنده 3 ولاد وسابهم عندهم دلوقتي يعني لحلول. يعني هي قصه في ايه؟ في ان انا بهرب من الموضوع. عشان كده بقول الحلول تبقى من بدري، ان احنا نحط حاجه رولز يعني تخدع الزوج من قبل ما يتجوز، ان شاء الله تبقى حاجه في عقد الزواج تلزمه انه عند الاختلاف يكون في شروط للاختلاف دي. نعمل ايه؟ ليه ما تتكتبش فتسهل على الزوجة؟ هي مكتوبة في القانون. هي الحقيقة ان هي لازم تسهل على الزوجة، يعني الزوجة دي اللي بتخرج بطفل او اتنين لا عندها مسكن ولا بتكون بتشتغل. ما هي دي المشكلة. ما بقول لحضرتك لازم نعرف قبل الطلاق الست اللي بتفكر في الطلاق، يعني حضرتك لا عندك مكان ولا بتشتغلي، خدتي القرار على اساس ايه؟ مش يعني اقصد الناس تاخد بس خطوات مهمه في ان انا احسبها قبل ما اخد القرار. لا ما هو احيانا كتير برضو ما بيبقاش الاسلم انها تقعد بس عشان مش لاقيه. ما احنا مش عايزينها تقعد طالما الامور قفلت وخلاص مش هينفع، لكن لازم تكون في حلول اخرى يعني تصرف للمراه المطلقه. ليه ما يكونش ضمن القانون ان تصرف للمراه المطلقه كنوع من الاعانه العاجله من حاجه خاصه بشؤون الشؤون الاجتماعيه، تصرف لها اعانه طالما جايبه ورقه انها اتطلقت. طب الورقه اهي لحد ما القانون يحسب لها، فانا ببقى بساعدها.